منتصر لوكيلي المدير الجهوي للثقافة بجهة الشرق وأحد الكتاب المؤلفين المشاركين في كتاب الناظور دراسة في العمارة والعمران لمدينة مغربية في النصف الأول من القرن العشرين. هذا العمل بدأناه في منذ 16 سنة مع كل من أنطونيو برافو نييتو وأخوان بالبركاريدو، وتوج في حينه بنشر فهرسة شاملة للتراث المعماري الإسباني في مدينة الناظور، وأذ بعد ذلك بفهرسة ثانية، ثم جمع الإصداران في الكتاب الذي أصدره معهد سيرفانتس بفاس بمعية باليارية. ويهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على تطور الأساليب المعمارية التي عرفتها هذه المدينة والتطورات التي عرفها هذا الفضاء وصولا إلى شكلها الحالي. ولا بد من القول بأن هذا التراث المعماري المشترك قد أصبح اليوم عرضة للاندثار وبات من الواجب حمايته، ولذلك شرعت وزارة الثقافة في تقييد مجموعة من الأبنية، ونتمنى أن نوفق في تقييد ما تبقى من العقارات وحمايتها ذاكرة للمكان. وشكرا. حمد الشيخ رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين الناظور الدريوش الحسيمة، نهارا نكاغيج لقاء تواصلي أك مدينة الناظور ذاكي الناظور بالذات، نظم لقاء ونيتين أك المعهد سيرفانتيس نمولا إجل الكتاب ندرثان كتاب سنيث مارا إج قناس نيتو إج قناس غاريدو ذو جم دوكر قناس منتصر لوكيلي جين الكتاب أخ الناظور من ناحية الهندسة المعمارية بذانس 1909 حتى الاستقلال 1956 جرد دمار التاريخ للناظور، ممشي بنا نوة المزقاروت، ممشي الطوار، ممشي تجارب نيقير وقت الناس انتف بأن ذينا الطاس التيارات الهندسية وقعن ذاقي الناظور نوفان شويت، ولكن ذابي حثينا الصدهان هنديدو رغم أنه نشي المهندزين نسن شويت منايا، ولكن نهار قيل لقاء التواصلين نزوث نصوض الساكنة باش تسن من يتوقعني. وقع النقاش حضر رئيس البلدية، حضر المدير الوكالة الحضارية، حضر النخبة بصفة عامة للناظور. إذن يوقع النقاش مهم جدا، ما يميل لأن نحس بان التراث ضروري غاس نعقب باش غادي نجبذ باش نخدم المستقبل، لانه زمان خدم مفقال بداو زمان خدم المستقبل ما رونسينش الماضي. اللقاء اونيتين لقي العرض النص يريد جواجيز ولكن غني ما غالي ان ذنشي نتصور النظر التقديمين ورانت سين شاغي ويثنديد الكتابه اونيتين تهتم ازاي سند قيناث قي الهندسه المعماريه، ولكن تهتم ازاي سند راقي الذاكره لان حضان دي وذان وقع سنيج الحنين ماسقا الحياه ذا قديم تقي الناظور والحياه العماره ثا يقي وقعن. المهم منايا هو انه الناظور ان شاء الله ست ساوند انفكا سجن الصفه النظمي. وشكرا. Se trata de una obra en la que hemos intentado los tres autores pues abordar la historia de Naador en la primera mitad del siglo XX. Todas las ciudades tienen épocas y esa época es la que va generando un patrimonio que hoy día es visible, está presente en el Naador actual y que genera pues ese debate sobre el patrimonio, sobre la defensa del patrimonio. La ciudad se construye a principios del siglo XX y es una ciudad muy racional en la que se van levantando edificios de diferentes estilos, tanto modernista como neoárabe, art déco, etcétera, etcétera, hasta mediados del año 50 cuando ya bueno, pues, se cierra ese periodo. Todos los periodos son importantes porque la historia de todas las ciudades se van sumando unas tras otras y hacen que las ciudades sean especiales, son únicas, por tanto es una ciudad histórica. Pues tengo que decir, como director del Instituto Cervantes de FEZ y de su extensión en Naador, que estoy esta tarde muy feliz y muy satisfecho de esta presentación, de esta actividad que se ha hecho esta tarde, porque el libro que hemos presentado
es un libro que ha servido para concienciar a toda la ciudadanía de la ciudad de Nador sobre la importancia y el valor de su patrimonio arquitectónico. En este sentido, creo que es un libro que tiene valor porque no solo sirve para estrechar los lazos de unión entre Marruecos y España, cosa que es muy importante, sino también para darle a Nador una conciencia de su patrimonio que, sin ninguna duda, le será de gran utilidad para atraer mayor turismo y dar a conocer en el mundo las bellezas de esta gran ciudad de la región oriental.